السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة بداية الشتاء قبل لا ندخل بالبرد تبدأ الأمراض، خاصة يعني تغيير هذه الفترة، تغيير الجو تبدأ الأمراض عندنا. الأطفال بعضهم ينصاب بالتقيؤ، بعضهم ينصاب تقيؤ وإسهال. فأتمنى من الأمهات أو الآباء ينتبهون لشغلة الأطفال. يا أخوان، الأطفال مو مثل الكبار، الأطفال ما يتحملون الأعشاب صحيا. الطفل ما يصير يتناول الأعشاب إلا عمر 6 أشهر، إلا عمر 6 أشهر فما فوق نقدر هنا نعطيه أعشاب ونعطيه الجرعات الصحية. ما يصير جوا 6 أشهر أنت تنطيه من كيفك، ما يصير يا أخوان. الطفل أكثر شيء تستخدمونه للطفل من ال6 أشهر ولجوا حاولوا تستخدموا له بس اليانسون. يانسون، كراوية، كمون، بس أفضلهن اليانسون. الطفل اللي بس يتقيأ حاولوا تاخذون نص ملعقة شاي من اليانسون على استكان مي، وهذا يتفور ويتصفى وتنطيه من هذا المقدار خاشوقة شاي، من هذا ملعقة صغيرة، والباقي تذبه. يعني إلك حق تطيه باليوم 3 أوقات، وكل وقت لازم تسوي واحد جديد، ما يصير تضمه لغير فترة، أو تنطيه بس وقت الحاجة. الطفل بهالحالة يتعالج، وخاصة اللي يرضع من صدر أمه حاولوا تنطونه بس بالحالات الضرورية حتى ما يقطع الحليب من صدر أمه. هيك نتعامل بهذه الحالات مالت الاطفال. ما يصير احنا قبل نركض على القطوع ريح والثقول او ما ادري ايش يسموها. سبق وقلنا في فيديو سابق بان القطوع ريح هو عباره عن مواد ممنوعه عن الطفل يا ناس، ممنوعه بيها من ضمنها بيها علاجات ممنوعه عن استخدام الاطفال لعمر الاطفال. اتمنى هذا تفهموه. فلينطي قطوع ريح لابنه يعني يعتبر مجازف، لا تجازف بهذا المجال. تعال لبو المعشب هو ينصحك اذا كان ينصح الرجل، فيا ريت هذا الشيء تعرفونه. بالنسبه للاطفال اللي عندهم تقيؤ واسهال هذا شغلته تختلف، هذا انت تعطيه هم يانسون ضمن العلاجات اللي قلت لك بيها، وبنفس الوقت انت لازم تنتظره يومين او 3 بالكثير، تاخذه للطوارئ، لا تخله ولا تراجع بيه دكتور قبل، اخذه للطوارئ. هذا شغلته شغلة مغذي، وبعد ما تربط له مغذي ياخذ له يوم او يومين شوية مو تمام انه يرجع طبيعي. بس انت تتلاحقه بالسوائل، لان هذا جاي يفقد سوائل بالاسهال وهذا يسبب له جفاف. تلاحق له بالفوح مال التمن مثلا، بالسوائل، السوائل الدافية مال اليانسون. هنا انت راح تعوضه، ولا تتركه ولا تاخذه للعارفة والعلوية وما ادري منو والسقوة والقطوع ريح. يا ريت هاي النصيحة توصل وفهموها. وهاي النوبة شغلة جديدة تشوي، كوي، شلون تكوي؟ طفل جوا عمر ال6 أشهر تكوي، تشوي براسه لو بيدي، شنو السالفة؟ يعني احنا لا متى شوية يعني نستوعب هذا الشيء، بأن هو هذا الشيء مو صح. اكو أعشاب تعالج هاي الحالة، اكو دكتور يعالج هاي الحالة. فيا ريت هذه النصيحة تاخذوها يعني من شخص يريد لكم السلامة، لكم والأطفالكم. ترى علاج الطفل مو مثل علاج الكبير بالعمر، الكبير بالعمر يتحمل، الطفل ما يتحمل يا ناس. وإن شاء الله تفيدكم هاي المعلومة، وأتمنى يعني تلتزمون بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.